وينضم إلينا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. أيمن أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. يعني يبدو أن هناك إجماع من كل الخبراء أنه المواد أو المحتوى البصري والمرئي إنفوغرافيك وغيره من هذه الأشياء هو مفتاح أساسي لعملية يعني زيادة التفاعل ربما أو التواصل مع المستخدمين. ما رأيك؟ هاني صباح الخير. نحن بتبعاتنا الإنسانية هاني يعني عم نتفاعل مع المضمون. يعني إذا بنحكي قبل الإنترنت يعني إحنا كل كشفير يعني الرواية الراوي والحكاوات اللي بيخبرنا قصصه كنا إحنا يعني هو ينتج المضمون وكنا نحن نتفاعل معه. إذا نحكي كمان نحن كيف مع الإنترنت بأول طور الإنترنت والاستعمال على صعيد عام بسنة 2004 ل 2010 كان مكتوب يعني المدونات تويتر كان أول شيء نحن طريقة تعبيرنا عم بتكون عن طريق الكتابة. مع تطور التقنية اللي هي سرعة الإنترنت وتليفونات المحمولة تطورت للصور. من شيك نحن شفنا مواقع مثل الانستغرام يلي بلشت اول شيء يعني للمصور الاحترافي ليحط صوره، بعدين صارت نحن لاستعملنا بشكل عام واكثر. وكمان لما تحسنت الانترنت والكاميرات على تليفوناتنا عم يكون في صور فيديو اكثر وين ما نحن نكون موجودين. فنحن هون بنشوف طريقه التفاعل عم بتكون بالمضمون، وكل ما المضمون احلى مثل عم تتفضل كل ما احسن. وفي طريق تقسيم على أيمن حتى ما يدهمنا الوقت ربما اليوم كيف أجعل هذه الفيديوهات يعني مهمة أكثر، كيف علي أن أقوم بتنفيذها بطريقة عن جد أقدر من خلالها أجذب المستخدمين بشكل عام؟ في شغلتين أساسيات هاني، الضوء والصوت. يعني نحن إذا كان الصورة ما كتير منيحة بس الصوت منيح الناس بتحضره أكثر، بس إذا كان الصوت والصورة منيحة بيحتروا كتير. الصوت كيف فيه يتحسن؟ بده يكون إذا نحن من بيتنا عم نصور يكون في محل ما في كتير ضجة علينا، أو إذا في حل نحن برا في ضجة حولينا في بنحط مايكروفون صغير منه مرئي ويقدر الواحد لحتى يكون الصوت أحسن. هذا واحد. اثنين، أهم شيء كإنارة. يعني إذا نحن هلأ مثل ما نحكي بالستوديو في إنارة كتير منيحة ببيوتنا، إذا عم نصور نحن ببيوتنا كمان في كتير في نحط إنارة تجي علينا من جهة أو جهتين. هول الشقين اللي أكتر شي بيلعبوا دور هاني بنوع المضمون يكون صورته أحسن. نعم. طيب اليوم إلى أي مدى هناك أهمية أنه فعلا ندفع ل يعني شركات مواقع التواصل الاجتماعي بما يعرف بالبروموت حتى فعلا نقدر نوصل هذه الفيديوهات والدعاية بشكل عام إلى المستخدمين؟ سؤالك هاني بمحله، لأنه حتى لو أنا عامل مضمون ممتاز صوت وصورة وإنارة وكل شيء بس الناس ما عم تشوفه ما بقدر وصل لعدد كبير من الناس. بس اللي تفضلت فيه أنت أنه فينا مواقع التواصل الاجتماعي فينا نحط يعني بطاقة الدفع وفينا ندفع فينا نعمل بوست أو بروموت لهذا الفيديو ليوصل لعدد أكبر من الناس. فلما هالشيء الإنتاج اللي عملناه نحن يلي هو صورته منيحة وصوته منيح والمضمون جذاب، إذا حطينا يعني حتى لو قيمة صغيرة بيوصل لعدد أكبر من المتابعين. فحتى لو احنا عنا 100 متابع فينا بشوية فلوس توصل لكذا ألف متابع لحتى يشوفونا ويتابعوا المضمون ويتفاعلوا مع هذا المضمون. نعم. من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني، شكرا جزيلا لك.